التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الصناعه والتكنولوجيا المتقدمه الاماراتيه سلطان الجابر لبحث سبل تعزيز اوجه ومجالات التعاون المشترك بين مصر والامارات في مختلف القطاعات. واشار رئيس الوزراء الى انه ما تم مناقشته وطرحه من موضوعات وملفات خلال الاجتماع السابق. عملت مجموعات وفرق العمل المشتركه من الجانبين المصري والاماراتي بشكل تفصيلي اكثر على هذه الملفات التي من شانها دعم وتعزيز اوجه التعاون بين البلدين